طول شهر رمضان. عرفت ان انا صبح ما فيكي فيك صبح العطار. تمام، استعدينا لدخول شهر رمضان 15 شعبان، وفرنا كل المنتجات. قمر الدين وفرنا فيه حوالي 5 انواع. الشيماء بتعمل 30، توليدو 30، الاحلام عامل 45، المنال عامل 40، تمام، التمره الذهبيه عامله 35، تمام، وقراصي اجود انواع قراصي موجوده طبعا مشمشيه، وفي تمر هند طبعا عشان في كذا منتج حاولنا نوفر 3 منتجات منه. تمام، الاحلام عامل 20، الدور عامل 20، والجرس عامل 30، وفي طبعا الطين الطين عامل 35 جنيه سوري. تمام، المشمشيه دي القراصية، المشمشية عاملة 180، القراصية عاملة 140، تمام، 15 طبعا الزبيب وجوز هند، وجوز هند كامل اتسم عامل 80 جنيه، وزبيب إيراني جودة أولى درجة أولى عامل 80 جنيه، في طبعا السوداني اللي هو الني الحلواني ده عامل 40 جنيه. طبعا مفيش مكسرات. في بقى اللوز الامريكي عامل 90 جنيه درجه اولى، والجمل برضه درجه اولى عامل 90 جنيه، والجمل درجه اولى عامل 90 جنيه. جميع بقى انواع البلح الاسواني، الاسداني، الاسداني ني عامل 30 جنيه، بلح اسواني بقى جميع انواعه 30 جمع عدد ده اصل بلح سلطاني، ده جميع انواع البلح. الحمد لله. أسعار البلح الأسواني بتبدأ من 20، 25 و30 لحد 40، تمام؟ كل موجود ده عامل 30، تمام؟ و أهل المطروح بيكبروا على الميس اللي هي الوقت ده من 15 شعبان لحد كده الحالي، بيكبروا على الميس وعلى المكسرات و حياة رمضان. قد سنه وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يا بابا.